كلمة طيبة. نرحب بكم متابعينا الكل في الكلمة الطيبة. حديثنا النبوي اليوم متعلق أيضا بليلة القدر. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أمارتها أن تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. قبل قلنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم معينش ليلة القدر على وجه التفصيل والقطع، ولكنه أعطى بعض أمارات، قال أمارتها بمعنى علامات الدالة عليها وإلا تقرب لنا الليلة هذه. وبالمناسبة إذا كان نقرأ الكتب متاعنا متاع الحديث النبوي وإلا متاع الفقه، نلقاه برشا كلام على العلامات الدالة على ليلة القدر، لكن بعض هذه العلامات نسبي. مثلا يقول ليلة القدر هي ليلة معتدلة الطقس، لا هي شديدة الحرارة ولا هي شديدة البرودة. هذه علامة نسبية، خطر إحساس الناس بالبرودة والحرارة يختلف باختلاف الناس وأيضا باختلاف البلدان، فما نجموش نبنيو عليها دليل قطعي على ليلة القدر. أيضا من العلامات اللي يذكروها أنه ليلة القدر هي ليلة فيها نوع من النور، هي ليلة مضيئة، لكن الإحساس بهالنور هذا وبهالضياء اللي يعم الكون في الليلة هذه هو أيضا أمر نسبي. بعض العلامات علامات غيبية. من علامات ليلة القدر مثلا كثرة نزول الملائكة إلى الأرض فيها، قال ربي سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. لكن هذه علامة غيبية الإنسان ما ينجمش يطلع عليها. فأغلب العلامات التي ذكرها العلماء لليلة القدر هي إما علامات نسبية مهاش قاطعة، وإما علامات غيبية ما يتمكنش الإنسان من الاطلاع عليها. أوضح علامة وأقوى علامة وأكثر علامة نجم ننتبه لها في الليلة هذه هي العلامة المذكورة في الحديث اللي نتحدث عليه اليوم. قال: أمارتها أن تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. معناها كي تنتهي ليلة القدر من غدوة الشمس تطلع في شكل قرص كأنه ليس له شعاع. وإذا كان تدخلوا على الانترنت وتبحثوا على صور أو فيديوهات لطلوع الشمس في صبيحة الليلة التي يظن أنها ليلة القدر في مختلف الأعوام، تفهموا شنو المقصود بأن الشمس تكون كأنها لا شعاع لها، كأنها مختلفة على كل يوم، هي مجرد قرص دائري شديد البياض ما فيهش شعاع ظاهر في خارج منه. هذه تجم تكون علامة واضحة، لكن مشكلة هذه العلامة أنها علامة بعدية. معناها العلامة ذي ما تخليناش نعرفوا ليلة القدر قبل لا تجي، هذه ما تخلينا نعرفوا ليلة القدر إلا من غدوتها بعد ما توفى ليلة هذه، وكما نقولوا احنا اللي حج حج واللي تعوق تعوق، فهي علامة بعدية. فشنو الحل في الحقيقة باش ندرك الليلة هذه؟ الحل الوحيد هو انه الانسان يجتهد في كل ليلة، يحاول قدر الامكان انه ما يضيع حتى ليلة من ليالي رمضان، خاصة في العشر الاواخر، لعله يصادف ليلة القدر، وبقدر ما يحيي ليالي رمضان قدر ما يخرج من الشك الى اليقين في ادراك هذه الليلة العظيمة. أراكم على خير إن شاء الله، وإلى اللقاء. الكلمة الطيبة.